كرة طويلة طويلة قوي، فكرة طلعت ورا فأنا بكمل بسرعته ما اقدرش اقف، ممكن اتنزل، فلقيت محمود سعد بيجري ورايا، وأول ما وصلنا الكرة قام واخدني ونايم على الأرض. قلت له يا عم محمود كرة في صلاح سالم، أنت مالك ومالك؟ فمحمود ده كمان، وكنا مع بعض في أولمبيل جيمز في برشلونة، إنسان طاقي جدا وإنسان مؤدب قوي وما يحبش يغلط في حد، وشخصية جميلة قوي ما شاء الله، ربنا يديله الصحة والعافية يا رب ويخليه لأولاده وأحفاده ومراته. لما أجي أتكلم وأقول غانم سلطان والمنتخب، فاكر انضميت للمنتخب أول مرة سنة كام؟ كان سنة 75 76 75 76 اللي هو الموسم 75 76 وكان دي ساعتها كأس فلسطين. كان ساعتها كأس فلسطين، لا كأس فلسطين ده كان في تونس، احنا وقتنا احنا كان في تونس وخدنا كأس فلسطين، وكان جاب الجول، كان عاملين منتخبين ساعتها ألف وب، والناس كانت رايحة السعودية واحنا رحنا تونس، وكان اللي جاب جول الفوز ده كنا بنلعب العراق، كان الله يمسيه بالخير بقى اللي هو الكابتن عبد الدايم بتاع نادي المحل. من ضمن المفارقات كانت في اللي هو في الدوره ديت، ان كان ماسكنا الكابتن علي عثمان مدير كوره، وكان بابي الالماني ده كان هو المدرب. فبعد الماتش حسن شحاته الجماهير بقى حسن ومش راح قلع الفانيلة عطاها له، جري وراه علي عثمان قال له خلي بالك هتتخصم منك. من حب الجماهير. كان وقتنا يجروا ورا الفنان، وبعدين كان ممكن ما يلعبش الماتش اللي بعديه لان ما عندوش تيشيرت، مفيش تيشيرت واحده اللي بتتغسل، ما فيش طاقه، والشراب اللي كان بيتلبس يتخنق بيه. كان الكابتن علي عثمان بيقول لك مدير الكوره، وجه هو في مره كان هو ايامنا برضو، جه في مره مسك بعد حماده الشراوي، فمسك هو المدرب في نادي الزمالك. فالمهم فاحنا بقى بنتمرن كل حاجه يقولها 40 مره، اعمل ضغط 40 مره، اعمل مش عارف 40 مره. فجنب انا كابتن ياكن بقى الله يمسيه بالخير والله يرحمه، فبقول له يا عم ده هو ده علي عثمان ولا علي بابا ولا 40 حرام ده. طيب طب فكرني، كنا في معسكر منتخب وكان الله يرحمه بوبو موجود معانا، وكابتن كمال الصباغ بعد كرامر يعني هو كان في الفتره، لا هو كان مع كرامر مسك فتره مع كرامر وبعد كده رجع للاتحاد اسكندريه تاني. فبوبو بيحكي لنا واحنا في معسكر شهرزاد ده، احنا بنتكلم بيقول لك الكابتن كمال الصباغ النهارده جاي شرب خلاص كرامر وهيبدا يعمل بقى البرامج بتاعته، شرب بقى اللي هي الخلطه الالمانيه. فالمهم قال لك الكابتن كمال لمينا في نص الملعب وهو معاه ورقه كاتب فيها التمرين، فقال لك النهارده احنا هنبدا تمرين حاجه جديده خالص. فقال له يا كابتن كمال، قال له محدش يتكلم، هتلف حوالين الملعب خمس لفات. فالكابتن كمال هو بيلف معاهم الورقه وقعت، فبوب كده التمرين راح وحطها فين؟ في جيب الشورت. كابتن كمال كل شويه يقول لك بيبص على الورقه، هم مش عايزين يديها له اللعيبه عارفه، كل شويه طب كمان ثلاث لفات كمان اربع لفات، لحد ما المغرب دخل عليهم واتدنت. فقالوا له يا كابتن هنلف ايه بقى، بنطلع البحر احسن، ما هنلف فين خلاص. ففين وفين بوبو قام رامي الورقه في الارض، فالكابتن كمال قال لك ارجع ارجع. يا اخي كانت ايام غريبه قوي، لا كان مدربين ساعتها بالفطره. طيب فاكر اول مباراه اللي بتاعها مع منتخب مصر؟ ما قلت لك انا كان دي اللي هي كانت في كاس فلسطين، كان يسموه كاس فلسطين. ساعتها ده منتخب مصر اللي احنا كنا في تونس، دي المباراه اللي هي كانت وديه، دوره وديه. لا ما لا دي دوره رسميه، ما رسميه، ما كاس فلسطين ما كانش بتتحسب في تتكمل بيها، هي كانت يعني تعتبر دوره. لا ما احنا اللي هو اللي انت لو بتتكلم على مستوى دلوقتي كاس الامم وتصفيات افريقيا دي حاجه ثانيه، كان هيوظفوها في حاجه ثانيه. لكن يعني الكاس ده كان هو دي اول مباراه، وبعد كده لعبت طبعا في 76 كاس الامم اللي كان في اثيوبيا. في اثيوبيا كانت اول مباراه مع مين؟ مع اوغندا؟ كنا احنا كلنا موجودين. كان ساعتها لغايه ما وصلنا مع المغرب واتغلبنا منها تقريبا، وطلعنا تقريبا الثالث او الرابع في الدوره ديت. الثالث. وبعد كده تصفيات كاس العالم، ما هي دي خلي بالك احنا وقتنا 78 ما كانش فيه ماتشات دوليه كتير، هو تصفيات كاس العالم وكاس الامم. لا والمباريات اللي كانت بيننا في بعض الاخضر والاحمر والاصفر والابيض. دي قول في البلاستيك. لا ما انا بقول لك ما هي دي اللي كانت بتحصل، ده احنا وقتنا واحنا بنلعب تونس دي كانت هي جايه من فرنسا واحنا بنلعب مع البلاستيك اخضر واحمر. ايوه فاللي انا عاوز اقوله احنا كان وقتنا كمان
اللعيب الدولي كان اقصى حاجه يلعبها 15 ماتش 12 يعني ماتش، يعني يوم بتتمعظم، لان كان كل اربع سنين اول حاجه بتعمل تصفيات كاس العالم وكل اربع سنين بتعمل تصفيات كاس الامم، غير دلوقتي كل سنتين وكل شهرين يعني. لا والبطولات كترت كمان، اه والماتشات الوديه الدوليه كتيره. يعني انت اول مره لعبتها رسمي مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه اللي هي كانت بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في اثيوبيا، كان مع اوغندا اول مره كسبناها 1-0. اه اوغندا ومش عارف بعد كده اثيوبيا وبعد كده غينيا ايه والمغرب وغينيا كده آه. وبعد كده ايه تصفيات كاس العالم. مين كان المدرب معاكم معانا في اول في كاس الامم؟ في كاس الامم كان بابي، وفي تصفيات تونس كان نانكوفيتش. نانكوفيتش اه كان. طيب تفتكر المباراه اللي انت في ذاكرتك في بالنسبه لمنتخب مصر في مباراه رسميه تفتكرها كويس قوي، غانم سلطان طلع متالق فيها، مش احسن الوحشين لا انت متالق فيها، اللي هي كانت مباراه المغرب. المغرب اه كان هو عندهم احسن لعيب جايز مهاجم احمد فراس، برافو عليك. احمد فراس طبعا كانت لعيبه كانت لعيبه جامده قوي اه جدا. المغرب انت المباراه دي خرجت، احنا خسرناها، ما خسرناها 1-0، وجايز اللي جاب الجول احمد، لكن انا بقول عليه من احسن اللعيبه، واحنا كمان اللي كمنتخب مصر لعبنا مباراه يعتبر من احسن الماتشات لينا، بس احنا وقتها اللعيبه زي ما قلت لك كان ناقصهم يعني اعداد الحته اللي هي الخبرات اللي دول جايين منها. بالظبط كده انا بقول لك احنا كنا بنعمل ناس كانت جايه من اسبانيا واحنا جايين من مصر، كان الناس بتعمل معسكراتها في اسبانيا وفي المانيا وفي هنا وهنا، واحنا معسكرين هنا في البلاستيك او في اتحاد الكوره. اه بالظبط كده. طيب انا معايا واحد حبيبك برضو قوي، ما حبيبك كتار قوي، هو انتيمك ونصك التاني في نادي الزمالك، الكابتن محمود الخواجه. نسمع الخواجه هيقول لك ايه. هو انت بتقول ليه سميته الخواجه؟ ما هو قلت لك خواجه كان شكله وهو صغير يعني كانه اجنبي، شعر اصفر شكله روسي اه